السلام عليكم، معكم عزيز بكار، رئيس الجمعية المهنية الممول للحفلات والتسخيرات. أولا من هذا المنبر احنا كان درنا هذا الريبورتاج باش نعرفوا بالضرر اللي تعرضت له هذا القطاع هذا من جراء هذا الوباء هذا من هذه الجائحة، خصوصا بأن جميع المحلات التجارية الخاصة بالممول للحفلات غلقات المتاجر ديالها، وفي ظل غياب حوار جدي ومعقول من لجنه اليقظه وكذلك رئاسه الحكومه، حنا كنحاولوا اننا نطالبوا الحكومه ولجنه اليقظه بانها تاخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعه الينا من التنظيمات الجمعويه على الصعيد المغربي، خصوصا الجمعيه الوطنيه لممول الحفلات بالمغرب وكذلك الفيدراليه الوطنيه. كذلك نطالب ان بالغاء الضرائب لسنه 2020، خصوصا ان هذا القطاع هذا تقريبا سنه بيضاء هذا العام 2020. كذلك عندنا مشكل ديال الكراء المحلات التجاريه، الجميع الممولين تراكمت عليهم الديون ديال الكراء، خصوصا حنا كنا سمعنا بان الحكومه ان كاين شي مشروع قانون تحال على البرلمان لانه غير راعي حقوق ديال الطرفين لا المكري ولا المكتري، ولكن لحد الان ما كاين حتى شي حاجه. التريطورات كلهم الان في مشاكل مع المكترين، وحنا كنطالبوا من هذا المنبر وكنحثوا رئاسة الحكومة وكذلك لجنة اليقظة أنها تاخذ بعين الاعتبار هذا المشكل، لأنه مشكل خطير، لأن كاين اللي لحد الآن دابا الناس مهددين أنه يمشوا للمحكمة باش يأدوا الديون ديالهم. هذا المشكل ديال لي تريتور بالنسبة عامة ديال اللي هما الصغار والمتوسطين أكبر تضررا من جميع القطاعات، لان القطاعات كاملين راه مهيكلين والدوله راها ربما سامت بعض القطاعات، وهاد الممولين اللي كيعطيو واحد المجهود الجبار يعني الجمهور المغربي كامل كيعترف بهم بالعمل ديالهم الجبار فيما يخص الجنائز الحفلات الاعراس، يعني سيرتو نهضر على المتوسطين بزاف لانهما اكبر تضررا. ولهذا كنطلبوا ان شاء الله بحول الله تعالى سهل الامور هي الاولى، وبالنسبه للحكومه تراعي لهاد الناس هادو من ناحيه ديال الضرائب، لان عندهم الكرة عندهم الماء عند الضوء، وكاين هذه ثلاث شهور كيتسلف ما ياكل وما يشرب، ابار الناس اللي متعاقدين مع بعض الاخرين، هذا خدا الكراسه، هذا خدا هذه، هذه خدا هذه، خدا عطى الشكات ديالو، كاين اللي خدا الطريطات، كاين اللي خدا اللي كاين خدا، يعني راه مهددين للفساد كلهم، غادي يمشيو الاغلبيه ديالهم إلا ما كانتش واحد المجهود جبار من طرف يعني الحكومة باش تنظر لهاد لي تريتور الصغار والمتوسطين. راه القضية كلهم يعني، وحتى الناس اللي كيخدموا معاهم كيخدموا واحد اليد العاملة كبيرة، يعني كتخدم معاهم اش غنقول لك، ما شاء الله. السلام عليكم. أنا بالنسبة لي الخسائر اللي تكبتها هي أنني لقيت مشكل في الكرة أول حاجة، ثاني حاجة الدراري اللي تيخدموا معايا لقيت معاهم مشكل، وثالث حاجه هاد كوفيد 19 بالنسبه للتريتور ظهرت الحاله ديالهم، ظهرت الحاله ديالهم بزاف، لان حنا اول وحدين حبسنا في هاد كوفيد 19 واخر وحدين غيطلقونا نخدموا، رغم ان حنا زعما قدمنا اللوجيستيك والخدمات في توعيه الناس وداك الشيء، ولكن الحكومه ما راعتش لينا بتاتا، و ما قدمتش حتى شي صفه اللي هي بسيطه من ناحيه هذا الممول، وخصوصا الممول الصغير كلا العصا بزاف، لانه تابع كرا وتابعوا الماتريال كيشريه بزاف الحوايج. كاين شيكات ضروري الكريدي كتاخذ الماتريال وكتسنى الصيف باش تخدم، دابا انت ما خدام الصيف، دابا سنه ماشيه بيضاء، حنا تقريبا من شهر 10 ديال العام الاول، وها شهر 10 غادي يلحق، اذا عام وحنا مريحين، حنا كنخدموا غير الصيف، هذه معروف الممول كيخدم غير الصيف، هادشي اللي كاين. حنا كنطالبوا الحكومه باش تاخذ شي قرار جذري، واول حاجه تعطينا قروض بدون فائده وتلغي لنا الضرائب، الضريبه ديال خصوصا هذا العام راه حنا ما خدمناش نهائيا، وهي الحكومه راه كتشوف شي حوايج اللي حنا ما كنشوفوهمش، هي خاصها مازال ترفع الايد ديالها عليهم. حنا تيخدموا معنا مثلا سربايا، كاين القطاع اللي ما مهيكلش، كاين اللي ما عندوش الوراق مثلا مخدم سربايا بالوراق، الحكومه راه كتشوف هادشي.
كنتمنى يكونوا تعويضات وداك الشيء من ناحيه الحكومه. هي ما كاينش احصائيات مضبوطه، ولكن اكثر من 20,000 تقريبا منصب شغل اللي قار اللي كتشتغل في قطاع تمويل الحافلات، واكثر من 60,000 منصب شغل غير مباشر. غير مباشر هي انما مرتبطه بقطاع الحافلات ولكن ما كتشتغلش ديريكتومون. 20,000 تقريبا هي الاحصائيات الرسميه لحسام، لان حتى القطاعات المويل الحافلات كاين مقاولات كبرى متوسطه ومقاولات صغيره ومصغيره جدا، وكاين اللي باقي ما مهيكلاش. المهم هاد كوفيد 19 رحنا ضررنا بزاف، وحنا اخر حاجه عنوا عليها ما نخدموش، ما عرفناش امتى غادي يطلقوا لنا هاد الشيء. حنا عندنا ضرر كثير كثير بزاف. علاش؟ عندنا الكرا، عندنا السربايه، عندنا الماء، عندنا الضوء، عندنا ضرائب، وكنطلبوا من الله ومن الحكومه هاد العام ان شاء الله ترفع علينا الضرائب ديال 2020 ان شاء الله. وكنطلبوا من الله يحيد هذا البلاء هذا، ونطلبوا من الله يدير التوير ديال الخير ويحيد علينا هذا البلاء. لا فعلا فعلا اخ عبد الله، بالنسبه لقطاع الحفلات والاعراس هو من القطاع اللي وقف، هو اول واحد وقف، وهو اللي حد الان لحسب البلاغ ديال وزاره الداخليه ووزاره الصحه انه اخر واحد غيستأنف النشاط ديالو. لهذا كذلك حنا كنحثوا لجنه اليقظه ورئاسه الحكومه انها تاخذ بعين الاعتبار الشغيله في هذا المجال هذا، لان كاين ناس بزاف خدام اللي خاص تستمر في تقديم الدعم لهم في اطار بالموازاه. مع ذلك خاصها تكون هناك حوار مع المقاولات، وعاد الناس اللي مشتغلين معاهم خاص تقديم الدعم ديالهم، لان الناس في عطله سربايا، الناس اللي موجود اللي شارج ماتيريال، الناس بزاف اللي الان لان اصبحوا عرضه للشارع بحكم هذه القرارات اللي كنسميها قرارات احاديه الجانب. لان مثلا في جميع الدول وهذا كاين رفع الحظر وكاين تدريجي، على الاقل تكون واحد النسبه مثلا ديال 50، ما ديباسيش 50 واحد، في اطار احترام المسافه القانونيه واحترام السلامه الصحيه. وهذا هو كذلك المطلب ديالنا، اننا يكون تدريجيا، ماشي حبسوا لنا الحفلات، ولكن يكون تدريجي في واحد الحدود اللي معقوله، وكتراعي حتى السلامه ديال المواطنين، وكتراعي حتى المصالح ديال المقاولات اللي مشتغله في هذا الميدان. كنا نحثوا رئاسه الحكومه انها تفتح واحد الحوار اللي يكون حوار جدي وبناء وهادف، بانه باش يكون هناك تقديم دعم مباشر للمقاولات الصغرى. انا كنأكد على المقاولات الصغرى اللي كتشتغل في الميدان، لانها مقاولات كثيره وكثيره في المغرب، وكتشغل عدد مهم من الناس. يكون هناك دعم مباشر حتى تخلق واحد ما يسمى بالتوازن التجاري ما بين هذه المقاولات، وما تخليهاش عرضه للافلاس، لان مجموعه من حتى المقاولات باش نحطكم في الصوره، لان حتى تريتور بدايه السنه الا كانت عنده شي بركه ولا شي حاجه كيشري بالماتيريال وكيمشي يتسلف وكيتكلف، ريتما انه يجي الصيف ويأدي، يخدم شويه كياكل شويه ويوفر شويه باش يأدي. دابا شحال واحد باش نكونوا واقعيين، وهذا مساله باينه في المعامله التجاريه ديال التريتورات، راه كيحطوا الشيكات كيحطوا لي تريت، دابا هما واحلين مع الناس، شراو ماتيريال شراو هذا، ولكن ما عندهمش السيوله باش يقاوموا وباش يستمروا. لي زاد دابا غير 15 يوم راه كلشي كاين اللي غيبيع الماتيريال ديالو، الخدامه غادي يمشيو غيوليو في الشارع. اشكال كبير، لان كنقولوا ان تكون هناك حلول واقعيه تراعي المصالح ديال المقاولات. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.